السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الجمعة البنات، نقول لكم جمعة مباركة. مهم البنات كما راكم تشوفوا اليوم غادي نحضر معكم الكسكسو او الطعام، كل واحد كيفاش كيقول له. غادي نشارك معكم اليوم، غادي نديروا ان شاء الله بالتفاية والدجاج والحمص ان شاء الله يا ربي. مهم البنات بقوا معايا باش نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. نشارك معكم الطريقة ديالي، راني عارفة كل وحدة كتعرف تبارك الله دير كسكسو في الطعام. المهم يلا نبداو، بسم الله. المهم البنات غادي نحتاج كسكسو بطبيعة الحال، اهو غادي نحتاج للتفاية البصلة قطعتها بهذا الشكل، هذا عندي هنا الحمص، عندي الزبيب نقيته ودرته في الماء يرطب، عندي شوية البصلة نقولو بصلة مشلضة والمعدنوس، عندي زوج مطيشات محكوكات والعطرية راه باينة. المهم هاد الطعام غادي انا الطريقة ديالي غادي ندهنو بالزيت ونكب عليه المطايب، نكب عليه المطايب يطلع فوقو ونخليه يتشرب مزيان. البنات غادي ندسبسو بالزيت مزيان بهاد الطريقة هادي، وغادي نفك غادي نكب فوقو المطايب. صافي غادي نخليه يشرب كاع هذا الماء، غادي يولي بحال اللي فورناه، بحال اللي عنده تفويره واحده وصافي. بهذه الطريقه كيجي بنين بزاف. وهنايا البنات في الكوكوت درت الدجاجه، درت غير نص دجاجه، الدجاجه اللي هي صغيره درت غير نص، تقلى مع البصله كما راكم تشوفوا. هو البنات الكسكسو كيفاش كيجي من بعد ما شرب داك الماء، كيجي كل حبه تبارك الله. صافي دابا غادي نعمرو في الكسكاس ونديرو يتفور. كنفورو يعني ثلاثه الخضرات، كنديرو ثلاثه ديال التفويرات. هذاك الكسكسو البنات شحال ما تفور يعني طاب مزيان كيجي بنين. من بعد ما تخلى الدجاج مع البصلة زدت عليه مطيشة محكوكة، وغادي نضيف العطرية، عندي الكمون، عندي هنا الكمون، التحميرة، الخرقوم، الصفر، شوية ديال القرفة، الفلفلة الكحلة، وسكينجبير. هنايا ضفت الحمص والربيع. صافي غادي نمرقو بالمطايب، غادي نسد عليه من بعد يطيب الدجاج نحيدو، وغادي نخلي الحمص يطيب على خاطرو. الدجاج راكو عارفين خليناه غادي يتفرتت. هو البنات الكسكسو ديالي هنا راه عندو زوج تفويرات، غادي نردو التفويرة الأخيرة كيفاش راه ما تعجن ما والو. هنايا دايرة البصلة باش ندير التفاية، غادي نخليها تهبط شوية، غادي نزيد عليها الزبيب، وهنا غادي نزيد عليها الزبيب من بعد ما غسلتو. ندير فيها شوية ديال الفلفلة، شوية ديال الخرقوم، وغادي ندير القرفة. غادي ندير معاهم واحد العود ديال القرفة، غادي ندير واحد نص مغرف ديال القرفة غبرة،
وغادي نضيف مع عليهم شويه ديال واحد المغرف ديال المرقه حيدتها من الكوكوت، وصافي غادي نخلي البصله تطيب مع الزبيب. هنايا هي البصله ديالي طابت، غادي نضيف ليها غير زوج مغارف ديال سنيده اللي بغا يدير العسل ديال باش تعسل. المهم البنات صافي التكتكتو ديالي هو واجد. المهم هنايا عندي البيض تاع السمان، تقدروا تستعملوا البيض ديال الدجاج العادي تقسموه على زوج ولا على أربعة. هنايا عندي اللوز بعد ما سلقته وقشرته وسلقته في الزيت، وهذه التفاية ديالي البصلة والزبيب، وهنا غادي نقدمه في هذا الطبسي هذا. المهم البنات راه غادي يبان لكم بيض، راه غير الاضاءه، الاضاءه تاع التصوير والاضاءه تاع الضوء، حيت كان في الليل انا الطعام كنديرو في العشاء حيت راجلي ما كيجيش للغدا، كنديرو واخا نهار الجمعه كنديرو العشاء، داكشي علاش كيبان الاضاءه شويه ناقصه. وزياده على ذلك كان انا ما كنستعملش الزعفران الملون كتاف. وصافي البنات هنايا بديت كنسقي الطعام ديالي عادي كما كاع يديروا جميع ربات البيوت. المهم دات الدجاجه، ماشي الدجاجه غير نص الدجاجه، غادي ندير فوقها داك البصله والزبيب، ودرت فوقها شويه ديال اللوز. هنايا قدمته على هذا الشكل هذا، درت البصله مع الجلم، ودرت فوقها هذاك البيض اللي قسمته على زوج والحمص. صافي هذا الشيء اللي كاين، وتقدروا البنات ديروا داك الشيء اللي كان متوفر عندكم. انا درت بداك الشيء اللي كان متوفر عندي في الدار، تقدروا تزيدوا التمر، تقدروا تزيدوا البرقوق، تقدروا تزيدوا ديروا خيزو، ديروا بزاف ديال الحاجات، اي حاجه كانت متوفره. دائما قضيو بداك الشيء اللي كان عندكم في الدار، قضيو بالموجود. انا هادشي اللي كان عندي في الدار درت به، كنتمنى يعجبكم وتتفرجوا في الفيديو ان شاء الله. وتقدروا في بلاصه اللحم ديروا في بلاصه الدجاج ديروا اللحم. المهم البنات هذا هو الشكل النهائي البنات، صراحة جا بنين بزاف، بنين بنين، وصراحة جا غزال البنات، نتمنى تجربوه. المهم نتمنى تجربوه بهذه الطريقة هذه. ومهم ما كاينش كسكسو بلا اللبن، ضروري من اللبن. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتفرجوا له وديروا لايك وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد، ونتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله. ومع السلامة، وشكرا شكرا لكم بزاف بزاف.